نواصل دراسة الدوال اللوغاريتمية. درسنا الدالة ألان دائرة U، وقلنا أن الدالة ألان دائرة U تعريفها هو تعريف U بيش، ونضيف له أن U دالة موجبة تماما، أن مشتقة ألان دائرة U هي U فتحة على U، ونهايتها هي حسب نهاية U. إذا كانت U تتناهى زائد ما لا نهاية فألان دائرة U تتناهى زائد ما لا نهاية، إذا كانت U تتناهى إلى صفر موجب ألان لدائرة U يتناهى إلى ناقص ما لا نهاية، وإذا كانت U تتناهى إلى عدد فألان دائرة U تتناهى إلى ألان لهذا العدد. فنأخذ تطبيق على هذا الدوال فيما يخص حساب المشتقة. أحسب مشتقة الدوال التالية f لـ x تساوي ألان لـ x ناقص 4، ثانية f لـ x تساوي ألان لجذر التربيعي لـ 2x زائد 1، والثالثة f لx تساوي ألان لx ناقص 1 على x زائد 1. كما تكلمنا في السابق وقلنا أن الدالة الأولى معرفة على 4 زائد ما لا نهاية، علما أن x ناقص 4 x صورته x ناقص 4 هي الدالة U قابلة للاشتقاق على R، فإن f دالة قابلة للاشتقاق، x صورته x ناقص 4 قابلة للاشتقاق على R وموجبة تماما على 4 زائد ما لا نهاية. فنستنتج أن F قابلة للاشتقاق على 4 زائد ما لا نهاية، ومن أجل كل X من هذا المجال مشتقتها F فتحة لX هي مشتقة X ناقص 4 اللي هي 1 على نفسها، يعني على X ناقص 4. هذا فيما يخص المثال الأول. المثال الثاني كما شفنا سابقا أنها دالة معرفة على المجال ناقص 1 على 2 زائد ما لا نهاية، الدالة X صورته الجذر التربيعي لـ 2X زائد 1 دالة صماء قابلة راهي موجبة تماما وقابلة للاشتقاق على ناقص 1 على 2 زائد ما لا نهاية. نستنتج من هذا أن F دالة قابلة للاشتقاق على نفس المجال ومن أجل كل X من هذا المجال، يعني من ناقص 1 على 2 زائد ما لا نهاية، مشتقة هذه الدالة هي U فتحة على U، علما أن U هي الدالة جذر التربيعي لـ 2X زائد 1، مشتقتها هي U فتحة، يعني هي 2 على 2 في جذر التربيعي لـ 2X زائد 1 الكل على جذر التربيعي لـ 2X زائد 1. فبعد اختزال 2 مع 2 ونحصلوا كل شيء تساوي 1 على 2x زائد 1 هي المشتقة لهذا الدال. نواصل فيما يخص المثال الثالث. شفنا سابقا أن دالة ألان لx ناقص 1 على x زائد 1 معرفة
على المجال ناقص ما لا نهايه ناقص واحد، واحد زائد ما لا نهايه، وموجبه على نفس المجال. داله اكس صورته اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد، انها قابله للاشتقاق على هذه المجموعه، داله ناطقه، وموجبه تماما على، قلنا على المجال ناقص ما لا نهايه ناقص واحد، اتحاد واحد زائد ما لا نهايه. نستنتج من هذا ان اف داله قابله للاشتقاق، قابله للاشتقاق على نفس المجموعه على ناقص ما لا نهايه ناقص واحد، اتحاد واحد زائد ما لا نهايه. ومشتقاتها، ومن اجل كل اكس من هذه المجموعه افتح لاكس تساوي مشتقه اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد، اللي هي ناقص اثنان على اكس زائد واحد واثنين، يعني مشتقة كسر، على اكس ناقص واحد على اكس زائد واحد. بون، في ظرف المقلوب نجد بعد حساب واختزال ان المشتقة تاع الدالة اف تساوي ناقص اثنين على اكس ناقص واحد في اكس زائد واحد. هذا خاص بحساب المشتقات للدالة او للدوال الان دائرة. ناخذ امثله حول دراسه الدوال كتمرين اول. لدينا اف داله معرفه على صفر زائد ما لا نهايه ب اف لاكس تساوي 3 على اكس ناقص اكس زائد 4 في ال لاكس، و سي تمثيلها البياني في مساوي منسوب الى معلم متعامد ومتجانس او اي جي. السؤال الاول، ادرس تغيرات دالة اف. نهاية دالة اف لما اكس يتناهى الى صفر قيمة كبرى تساوي واحد على صفر موجب يعطينا زائد ما لا نهاية ناقص صفر زائد اربعة في ln لاكس لما اكس يتناهى الى صفر موجب تعطيني ناقص ما لا نهاية. اذا عندنا حالة عدم تعيين. فاذا وحدنا المقامات، يعني حصلنا على واحد على اكس، فنحصل ان هي النهاية تاع النسبة 3 ناقص اكس مربع زائد 4 اكس في ln لاكس لما اكس يتناهى الى الصفر. فنهاية هذه النسبة لما اكس يتناهى الى صفر، فنهاية اكس ln لاكس لما اكس يتناهى الى صفر قيمة كبرى تساوي صفر، وهنا صفر تبقى لنا واحد على اكس في نهاية هذه النسبة اللي تعطيني 3، إذا كل شيء تعطينا زائد ما لا نهاية. نهاية اف لاكس لما اكس يتناهى زائد ما لا نهاية هي نهاية النسبة،
عند الزائد ما لا نهاية 3 على زائد ما لا نهاية تعطيني صفر، هذه تعطينا نهاية ناقص x، عند الزائد ما لا نهاية تعطيني ناقص ما لا نهاية، الآن لـ x تعطيني كذلك زائد ما لا نهاية، وهي حالة عدم تعيين. كذلك النهاية هذه عند الزائد ما لا نهاية نحصل هي نهاية النسبة 3 على x ناقص زائد 4 x في ألا لx على x ناقص x مربع بعد توحيد المقامات. أرى نهايتها عند زائد ما لا نهاية، نهاية هذه النسبة عند الزائد ما لا نهاية هي نهاية ناقص x مربع على x، ونهاية x مربع على x عند الزائد ما لا نهاية بعد اختزال، يعني هي نهاية أكبر حد على أكبر حد بعد اختزال تساوي نهاية ناقص x، وعند الزائد ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية. إذن هذه مشتق، هذه النهاية عند زائد ما لا نهاية. من أجل كل x من r نجمة زائد مشتقة هذه الدالة، مشتقة 3 على x هي ناقص 3 على x مربع، مشتقة ناقص x هي ناقص 1، ومشتقة 4 في ألن لx هي 4 في مشتقة ألن لx هي 1 على x، يعني تعطينا 4 على x. بعد توحيد المقامات مقام مشترك هو x أس 4 نحصل على ناقص 3 ناقص x مربع زائد 4 x، يعني بعد ترتيبها ناقص x مربع زائد 4 x ناقص 3 على x مربع. هذه هي مشتقة هذه العبارة. إشارة المشتقة هي من إشارة بسطها، علما أن المقام موجب تماما على R نجمة زائد، وباستعمال دلتا اللي هو في هذه الحالة 4 أس 2 ناقص 4 في ناقص 1 في ناقص 3 تعطينا 16 ناقص 12 ويساوي 4. فلي ناقص x مربع زائد 4 x ناقص 3 له جذران، الأول هو ناقص بي، يعني ناقص 4 ناقص جذر دلتا هو 2 على 2 اللي هو ناقص 2، والحل الثاني هو ناقص 4 زائد 2 على ناقص 2، أي أن x1 هو ناقص 6 على ناقص 2 هو 3، والحل الثاني هو ناقص 2 على ناقص ناقص 2 على ناقص 2 وهو الواحد. إذن تنعدم هذه المشتقة عند 3 وعند الواحد. فإشارة كتيل الحدود من الدرجة الثانية إشارة A خارج الجدران وعكس A داخل الجدران، وبالتالي لنا جدول التغير اللي هو كالآتي: الصفر 1 3 زائد ما لا نهاية F فتحة و F لX غير معرفة عند الصفر، تنعدم عند الواحد، تنعدم عند 3، إشارة A خارج الجدران وعكس A داخل الجدران، إذن هي متناقصة متزايدة ثم متناقصة. عند الصفر وجدنا زائد ما لا نهاية، وعند زائد ما لا نهاية وجدنا ناقص ما لا نهاية، وعند الواحد عندنا F لي واحد اللي هو 2، وعند 3 عندنا 3 2 زائد 4 ألن لثلاثة. وهذا هو تغير دالة F في على المجال صفر زائد ما لا نهاية. نواصل هذا التمرين في الحصة المقبلة.